الله الرحمن الرحيم. نرحب الأخ مصطفى علي من سلطنة عمان من مدينة مسقط عميل شركة المحيط. هلا وسهلا فيك أخ مصطفى. حياك أخوي. حياك الله. حياك الله. هنا من فندق فريدة. هذا الفندق في وسط المدينة الإبراهيمية. هنا حديقة المسبح. حياك الله غالي. الله يعافيك ان شاء الله. بداية كيف تعرفت على شركة المحيط؟ والله في الحقيقة عن طريق الواتساب، فشفت الإعلان والعروض بتاعهم، شيء حلو حقيقة. العرض كان جدا حلو. تقييم لأداء الشركة بداية من التراسل معهم بالواتساب؟ في الحقيقة في التقييم، هو تقييم كويس يعني كثير. وفي الحقيقة من السواق، من البداية من السواق للحين الحمد لله ما في أي صعوبات. استقبال المطار، استقبال المطار كان جدا رائع في الوقت المحدد، يعني بعد قبل الوقت، قبل الموعد السائق موجود. يعني نوعية السيارات، تعامل السواقين معك؟ والله أغلب السيارات كانت جدا رائعة، من ناحية التكييف، الفخامة جدا رائع. تعامل السواقين كويس، برضو كويس. الأماكن السياحية؟ أي الجولات اللي عملها؟ لا، الجولات في الحقيقة عجبتني جزيرة لانكاوي. هي بالضبط لانكاوي طبعا طبيعة، وفي مدينة الملاهي بعد، فأحسن مدينة. والثاني في مدينة الملاهي اللي في سلنجور كانت جدا رائعة، بس ايوه المائيه، وفي داخل بعد الحيوانات. وامس كنا على جنتينج، نفس الشيء، حديقه الفراوله وحديقه الزهور بعد جدا كويسه. انصح الجميع القدوم. نوعيه الفنادق؟ الفنادق ما عليها ابدا كلام، الغرف واسعه، يعني عندك الفندق فريزر من احسن الفنادق وافخم الفنادق، فايف ستار طبعا، في من كل شيء، ادوات الطبخ، المطبخ بشكل عام فيه، يعني ايوه، بس جيب اغراضك واطبخ على حالك مثل ما يقولوا. هذا الفندق وهذا ما هي الصعوبات التي واجهتك؟ والله قليل من الصعوبات، يعني ما نحب نذكرها، صعوبة بسيطة، يعني اشياء بسيطة. لا بس هو في كان مرة سائق واحد شوي السيارة بتاعه شوية فيها ما منظمة، يعني ما نظيفة كانت، فهذه المشكلية بس. في عبد تبلغ الرسالة ومسؤول مواصلات بيغيرها لك على طول ان شاء الله. ايوه، العتب علي انا في الحقيقة. الشركة اول ما وصلت في المكتب معاهم فخبروني عندنا آلاف السيارات وآلاف السواق، يعني أي شيء ما يطلب الزبون يتواصل معي، أي شيء ما يطمن الزبون يتواصل مع الشركة إن شاء الله. طيب إن شاء الله. كلمة أخيرة. والله أحسنتم ومشكورين على الاستضافة الطيبة في الحقيقة، يعني على رأسي والله، حياك الله. ونتمنى إن شاء الله في مستقبلا زيارة إن شاء الله على ماليزيا ان شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في زيارة مع الاهل بعد ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مشكورين على الاستضافة.